يعني انا عملت البدع مع حسن مصطفى انه ما يخشش، مش عشان لا انت عشان انت انت عايز تعرف سر زعل الكابتن صالح، اقولها لك بقى. انا دلوقتي هو كابتن صالح حضرتك كنت قلت له انا معايا الفيتو او معايا حق ان الثلاثه المعينين، كابتن صالح انا سايبها لك الثلاثه المعينين. انبسط ده جدا. ايام سيد بشار عبد المجيد مع نجيب محمود، محمود مش كده؟ لا 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 انا هجيب لك فايه. هو انبسط لدرجه ان قال عايزين نروح نشكر الدكتور عمر، واستقر على الثلاثي فعلا. كانوا مين بقى؟ كان المستشار محمود فهمي، وكان الحاجة تيسير الهواري، وكان الثالث ممكن يكون عبد المجيد محمود. لا الثالث ما كانش عبد المجيد محمود، بس عبد المجيد محمود انا اللي طلعت قراره. لا انت طلعت قرار، او المحافظ طلع قرار لعلي حفظي، اللي وقع علي حفظي على حساب تيسير الهواري، وهو كان مبلغ تيسير وراجعين من عند سعادتك من المكتب عشان يعمل اجتماع وبلغ الناس تيجي تحضر الجلسه. It's not true. لا انا فاكر رويها. لا لا اصل علي حفظي يعني لا ما يعني اتعين. انا مضيته. انت حضرتك ندهتنا من على السلم، طلعتنا بعد ما كنا عند حضرتك وقلت له انا خلاص كابتن صالح. وبعدين يبدو ان مكتب المحافظ اتكلم حضرتك وقال لك احنا وافقنا على فلان افلان وعايزين علي حفظي. كان اللائحه المحافظ من حقه هو اللي يستكمل. دي انت لغيتها. مشكله كانت بيننا وبين الجيش. يا انت لغيت. انت انا عايز مشكله بيني وبين الجيش. الجيش انت لغيت. لا انت لغيت حق عمر عبد الاخر كان اياميها. انت لغيت حق المحافظ بعديها بسبب المشكله دي حضرتك. ايوه. ف كابتن صالح فوجئ بالتعديل، كان موقف حرج جدا بالنسبه له. دي زعلته لانه هو اعتبر ان حضرتك اديته حق، لكن الكونفليكت اللي كان هو حق المحافظ ولا حق الوزير، حضرتك لغيت هذا الحق اللي انت كنت منحته للمحافظين بسبب الواقعه دي. معلش انا بفكرك بقى. لا لا انا يعني مش عايز يعني ارجيو اناقش فيها كتير، لكن انا كابتن صالح ما جاش مكتبه الا مرتين. ايوه. مره كان في اجتماع لمناقشه قانون الاتحادات والكلام ده، وكان في اللي هو حرب وتشدوا مع بعض، كانت في قاعه عامه، ودخل مكتب سلم عليا شويه وانا رحت وصلته وقعدت معاهم شويه. والمره الثانيه انا ما كلمته قلت له يا كابتن صالح يا ريت تعدي عليا، انا عايزك. فجالي قلت له انا نفسي تمسك اتحاد الكوره. ممكن ما حدش يعرف الحكايه دي كتير. قلت له انا عايز اصلح الرياضه. ده قبل ما يبقى تاني مره في المجلس. ما هما مرتين، مره الاولانيه كانت مشروع قانون، ومره تانية كنا عايزين نغير اتحاد الكوره. فندم المره الثالثه انا كنت موجود مع سعادتك. لا انا وكان هو موجود، وطلعت انا وهو بعد ما نزلنا خطوتين ندهت لنا في مكتبي. ايوه في مكتبك، وكنت بتكلم ونقش هذا الموضوع. ايوه وكنت بتكلم المحافظ. ده انا عندي زهايمر. ورحت عامل لنا كده. انا عندي زهايمر. لا دي انا لا متأكد. انا فاكر ان انا عندي مشكله مع المحافظين لانه ما كانش اصلا لهم الحق، وانا كنت دايما باخد راي الانديه في انها ترشح الثلاثه بالظبط، وده اللي بلغنا بيه. يعني وهو خد المجلس مين انا ما سالتش مين. يعني ما سالتش مين. رشح ثلاثه بعت لي جواب انا امضيه. لا اذكر بقى ان اللي هو اللي حصل بتاع مع قلت لك كده واحنا قاعدين. هو ده يا كابتن صالح نازل خلاص ان الليله. لا انت يعني عارف وقتها، عارف حصل ايه الموضوع ده اتعالج ازاي؟ بس دي قبل الانتخابات بتاع حسن مصطفى. بعد الانتخابات؟ لا بعديها. ولا بلغوا انك انت واقف مع مين، ولا كانت دي قضيته اللي بلغك كده، ما كانتش دي القضيه خالص. الـ هو جه بعد كده الدكتور عبد الاخر وزار النادي الاهلي حمد بالاحد المحافظ عمر عمر عبد الاخر، وتصور الموضوع واتفقوا ان الاهلي هيكتفي بتعيين مش هيعين مصطفى مراد فهمي. لا لا مش مراد فهمي. لا لا مش مراد، لا دي تاني مره. مصطفى مراد فهمي هو تعينه الاثنين. هل عندي المشكله ده؟ انا مش قادر افتكرها قوي، لكن عندي مشكله بيني وبين القوات المسلحه. انا زين مشير طنطاوي اياميها وزعل
بالعكس ده انا كنت معاه الحفظ في طول الوقت. لا ده هو عندي حفظ وكان منطقي بس هو زي ما انا ما عينت في الزمالك اثنين كذا واحد من الثلاثه كانوا من قوات مسلحه. حتى واحد لما حصل خلافات هناك قال له استقيل. فيعني مش على فكره هو كان الكابتن صالح ما كانش ضد تعيين اللواء علي حفظي، كان يحبه لانه كان بيلعب كوره معاه. بالظبط. انما هو فكره انه كان بلغ تيسير وبقى الموقف حرج جدا. بالعكس تيسير ده حبيبي اكتر. ايوه حبيبي جدا. ايوه فزعل. انا بيني وبينه يعني وراجل عظيم وشخصيه عظيمه. لا ازاي بقى ده حضرتك لما تعرفه ايه حاسس؟ اللي اعرفه ده صديقي يعني. راجل جميل صديق. جميل وبيحب لسه كنا مع بعض في الجزيره ومن الجنود المجهوله. لا لا والعطائين اللي ما بيحكوش ما بيتكلموش. صعب قوي مع احترام كل اللي قلته انت. صعب ان تيسير كمان انا اعترض عليه. انت ما اعترضتش. ما هو مش حضرتك الاعتراض ما جاش من عندك. الاعتراض ما جاش من عندك. وما كانش في اعتراض. ده المحافظ راحت له الاسماء فرح كان في وجهه نظر انه يبقى فلان اللي هو العظيم الحقيقه شخصيه راخره هايله. ايوه علي حفظي. اللي هو علي حفظي طبعا. بعد كده حتى لما راح كان بطل مصر كمان في الغطس وبتاع. لا لا كان شخصيه رياضيه وجميل جدا. المهم عشان ايه انا بس حبيت ان انا معلومات